حساسه فيا كده ليه؟ انت مش شايفه اشكالهم عامله ازاي؟ يا بنت ابعدي عني، انا مش طايقه نفسي. روح فين طالعه؟ قول لك سامع طلع ظالمين الدنيا كلها فيك. منورين. ما يخصكيش. الله 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 الله. يا ست ده انا جايه اسلم عليكي. في ايه مالك؟ وليه انت؟ اطلعي من دماغي وابعدي عني هنا. قهوتك ايه؟ قهوتك ايه؟ قهوتك ايه يا ست ده انا جايه ضيفك، عيب عليكي كده بقى. ساده. يا ساتر. ساده. تملون الغمق كده ليه؟ ما تفتحيها علينا شويه، فتحيها علينا شويه. الحيشه هنا اصلا مش ناقصه، هي سواد في سواد. يا بنت هو ايه بقى انت لازقه فيا كده ليه؟ وانتي وانتي انا جعان. طب تعالي تعالي تعالي. بقولك ايه، هي جاية في ايه؟ عربية الترحيلات. عربية الترحيلات ايه؟ بقولك هي جاية في ايه؟ جريمة ايه؟ قتل كده مرة واحدة. ما تريها. بقولك ايه؟ روحي كل انتي. اكل عادي؟ اكل عادي. يلا روح. معاكي سجاير؟ انتي مش شايفاني شايطة والدخان طالع من دماغي؟ بقولك ايه؟ اتقي شري وبعيدي عني وقومي من هنا. انت مالك كده طايحه في الناس ومحدش عاجبك؟ مالك انت اللي عامله زي الدبانه اللي لقت حته لحمه لزقت فيها. يا بنت الناس اتقي شري وقومي من هنا، ابعدي عني. انا شكلي مش هقوم من هنا الا ما اديك الطريحه التمام واعرفك انا مين. تديني انا الطريحه؟ ده انا هعمل معاك. اوعي يا وليه ايدك دي. انا اللي وليه يا ايدك دي. اوعي. مصدق ان كريمه هي اللي قتلت محرم؟ طب ليه؟ اسالها. البنت دي كدابه. والله يا مروان دي حاجه ما تخصنيش، دي حاجه تخص البوليس، هو يقول مين اللي قتل ومين ما قتلش. على كل حال انا معاكي، ولو هي اللي عملت كده لازم تاخد جزائها. ازاي عادل؟ عامل ايه دلوقتي؟ ايه؟ ما بيكلمكيش ولا ايه؟ هو اللي دخل عادل في اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي. فكري زين وانت ست العارفين. عادل يبقى ابن مهدي الله يرحمه ويحسن اليه. والله انا كنت بحبه. بس هو كان فاكر نفسه فوق الكل، بس الشهادة لله كان راجل زين وزي العسل، وانا اتعلمت منه كتير. وزي ما بيقولوا، من علمني حرفا صرت له عبدا. ها يا مروان كمل. لو عادل مصدق ان انا اللي قتلت مهدي ما كانش ساكت لحد دلوقتي. مين قال ان انت قتلت مهدي؟ مش مهم مين اللي قال، المهم لازم نفهم اللي بيحصل حوالينا عشان ما حدش يضربنا في ظهرنا في مقتل واحنا مش واخدين بالنا.